ايه هو الباي بال؟ وليه حوالي 400 مليون شخص حوالين العالم في اكتر من 200 دولة بيستخدموه؟ ايه مميزاته وايه عيوبه؟ وازاي يكون لي حساب رسمي عليه واقدر استخدمه بمنتهى السهولة؟ ايه الخطوات اللي المفروض اعملها؟ كل ده هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهاردة. بس قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان تتابع الجديد. يلا بينا. اهلا بيكو فيديو جديد. الباي بال تقدر تقول عليه هو الاب الروحي لكل البنوك الالكترونية اللي موجودة حاليا. هو بنك بس ملهوش وجود في الواقع، يعني ملهوش مقر، مش مكان هتروح تحط فيه الفلوس او تعمل سحب وايداع في مكان معين زي اي بنك تاني انت بتتعامل معاه. لا، هو بنك الكتروني متواجد على الانترنت. بس البنك ده اكتسب شهرة كبيرة جدا بفضل سلاسته وسهولة التعامل معاه وكمان الثقة والامان اللي بيقدمه. فزي ما قلنا في حوالي 400 مليون شخص بيستخدموا باي بال، عندهم حساب عليه بيستقبلوا عن طريقه دفعات وفلوس، وكمان بيودعوا وبيحطوا فلوس وبيبعتوا فلوس عن طريقه للناس. بنك زي اي بنك بس الكتروني. طيب ايه الفرق بين باي بال واي بنك تاني انا بتعامل معاه في الواقع؟ الحقيقة ان باي بال مش زي البنك التقليدي اللي انت بتتعامل معاه في كل المزايا اللي هيقدمها لك، يعني مش هتقدر ان انت تعمل شهادات وتعمل استثمار فيه وهكذا والشغل المعتاد بتاع البنوك اللي انت بتتعامل معاه. لا، الباي بال تقدر تقول عليه وسيط بينك وبين الشخص التاني على الانترنت. فلو عايز تبعت له فلوس تقدر تستخدم باي بال، عايز تستقبل دفعات حد هيحول لك فلوس تقدر تستخدم باي بال. لو انت بتشتغل فريلانسر او على اي مواقع من المواقع اللي بتقدم لك ربح تقدر تستخدم الاكاونت وحسابك على باي بال ان انت تستقبل الدفعات دي، وبعد كده بتحول الدفعات دي على حسابك البنكي الفعلي اللي انت بتستخدمه في الواقع. طيب ايه مميزات باي بال؟ اول حاجة ان هو سهل جدا بسيط، والواجهة بتاعته مش محتاج ان انت تكون خبرة في التعاملات دي عشان تعرف تستخدمه. لا، سهل وبسيط وتقدر تستخدمه من اول مرة بدون اي مشكلة، فدي ميزة حلوة جدا، مفيش كم التعقيدات اللي ممكن يواجهك ويقلقك في التعامل معاه. تاني حاجة ان هو منتشر بشكل كبير جدا زي ما قلنا في حوالي 200 دولة. تقدر تقول ان في الوقت الحالي ان يكون عندك اكاونت وحساب على باي بال هو حاجة ضرورية، لان في الغالب الكل بيستخدم الانترنت في الحوالات والاستقبال وانه يبعت لحد، فما ينفعش ما يكونش عندك اكاونت وحساب على باي بال، ولا سيما كمان لو كنت بتستخدم اي مواقع من مواقع الربح فهيكون حاجة ضرورية جدا ليك. كمان باي بال امن جدا، من اكتر البنوك الالكترونية امان، لانه بيهتم جدا انه يضمن سواء انت او الشخص التاني التعامل ما بينكو يكون فير ويكون مظبوط بالنسبة ليكم انتوا الاتنين، ما يتمش اي عملية تحايل على حد، ما يكونش في حد ممكن عملية النصب اللي بتحصل، بيكون دقيق جدا وبيحاول انه يعمل فواتير وكل حاجة تبقى موثقة بينك وبين الطرف التاني بحيث ما يحصلش اي عملية تلاعب، فهو مميز جدا في الحته دي. كمان من مميزات الباي بال انه ليه تطبيق على الموبايل تقدر تستخدمه بمنتهى السهوله، مش لازم بقى ان انت تقعد على كمبيوتر وتفتح موقع والكلام ده، لا، تطبيق بسيط وتقدر تبعت وتستقبل وتعمل كل حاجه من خلاله وسهل جدا في التعامل. كمان باي بال بيعمل حاجه حلوه جدا، انت وبتعمل الحساب بتاعك بيخيرك انت عايز الحساب ده شخصي ليك انت في تعاملاتك اللي هو هتبعت لحد او هتستقبل حاجه، ولا ده نشاط تجاري وانت تاجر وبتعرض بضاعتك وتجارتك على الانترنت، فهيكون عندك عملاء كتير وهيكون في حسابات ما بينكو كتير، بيتيح ليك ان انت تستخدم الحساب ده او الحساب ده، وبيكون بيديك مميزات حلوه جدا في الحساب التجاري، بتسهل عليك العمليه التجاريه لو انت تاجر وبتشتغل اونلاين. نيجي لشويه عيوب او حاجات لازم تاخد بالك منها انت بتتعامل مع باي بال. اول حاجه ان مش كل الدول بتدعم باي بال، ودي لازم تاخد بالك منها وتعرف الدوله بتاعتك هل باي بال مدعوم فيها بشكل كامل وهتقدر تستفيد من كل الخدمات اللي بقدمها ولا في مشكله. خلي بالك الباي بال شويه متعلق شويه بالانظمه السياسيه، فممكن لو حصل اي مشكله في اي بلد بيمنع التعامل فيها نهائي وما بيكونش مدعوم في البلد دي. الكام بلد اللي جايين دول غير مدعومين من الباي بال، فخلي بالك لو انت في اي بلد منهم ان الباي بال مش هيكون متوفر ليك، مش هتقدر تستخدمه. زي ايه؟ زي لبنان، ليبيا، العراق، السودان، وسوريا وفلسطين. لو انت في اي بلد من دول الباي بال مش هيكون متاح ليك.
باقي البلاد العربية بتكون مدعومة من الباي بال، وفي بلاد بتكون بشكل كامل كل الخدمات متاحة، وبلاد منها بتكون بشكل جزئي بعض الخدمات هتكون محجوبة عنك، لكن تقدر تستخدم باي بال. تاني حاجة، الباي بال بياخد نسبة على المعاملات المالية اللي بتتم من خلاله، نسبة موحدة، سواء المبلغ اللي انت بتسحبه كبير صغير هو هياخد نفس النسبة، فدي شوية مش افضل حاجة. دلوقتي احنا عرفنا ايه هو الباي بال، ايه مميزاته، ايه عيوبه، ايه الحاجات اللي اخد بالي منها انا وبتعامل عليه. دلوقتي تعالوا بينا نمشيها خطوة خطوة مع بعض، ازاي اعمل حساب على باي بال ويكون لي اكاونت رسمي واقدر استقبل عليه الفلوس وابعت لحد فلوس. اول ما هتفتح موقع باي بال عندك هتلاقي الصفحة الرئيسية قدامك بالشكل ده، وهتلاقي عندك حاجة اسمها تسجيل الاشتراك، هندوس عليها. بعد كده بيجيب لك اختيارين، انت عايز الاكاونت بتاعك نوعه ايه، شخصي ولا تجاري للبيزنس. فاحنا هنخلينا اول حاجة هنجرب الاختيار الشخصي، نختار بيرسونال، وبعد كده بنقول له continue. بتكتب هنا رقم تليفونك وبتكمل. هتلاقي ان هو بعتلك رمز على تليفونك دلوقتي في رسالة من 6 ارقام، اول ما توصلك هتروح مدخل ال6 ارقام في الخانة دي وتكمل معاه. بعد كده بيطلب منك البيانات دي، اول حاجة الايميل بتاعك، بعد كده الاسم الاول بتاعك، ولازم تكتب البيانات دي مظبوط وصحيح، ما ينفعش تكتب اي حاجة وهمية او اي اسماء مستعارة او اي حاجة من الكلام ده اللي انت بتعمله على اي موقع تاني في السوشيال ميديا. هنا لازم تكون البيانات صحيحة ومظبوطة ما فيهاش اي تغيير. فاول حاجة الايميل بتاعك، تاني حاجة اسمك الاول، وبعد كده اسمك الاخير، وبعد كده بتكتب الباسورد اللي انت عايز تعمله. بعد كده بيطلب منك البيانات دي، عايز البلد اللي انت فيها، وزي ما قلنا ان في بعض البلاد مش متوفر فيها خدمة الباي بال، فهو لازم يعرف البلد بتاعتك علشان يقدم لك الخدمات المتاحة لبلدك، مش اي حاجة لاي بلد. بعد كده عايز تاريخ ميلادك ورقم البريدي، وعايز كمان عنوانك، وعايز المدينة والبلد اللي انت ساكن فيها. بعد كده بيبقى عندك 2 تشيك مارك كده تقدر تختارهم، اول واحدة لو انت عايز تستقبل عروض منهم فتقول اوكي، تاني واحدة لازم تختارها اللي هو ان انت قريت الاتفاقية بتاعت باي بال وموافق على كل شروط الاستخدام بتاعتهم. بعد كده بتدوس له اجري اند كرييت اكاونت. كده انت بقى عندك حساب شخصي على باي بال. طيب لو حبينا نعمل الاختيار التجاري، انا عايز اعمل بيزنس اكاونت، هعمل نفس الخطوات من جديد، هنعمل تسجيل اشتراك برضو من جديد، بس المرة دي بختار بيزنس اكاونت، انا عايز اعمل حساب للتجارة بتاعتي للشغل بتاعي، بختار بيزنس اكاونت وبعد كده بقول له continue. نفس الخطوات اللي فاتت، بدخل برضو عنوان الايميل بتاعي. المرة دي جاب لي ان انا ادخل الايميل مش رقم التليفون زي الحساب اللي فات، فانا بدخل هنا الايميل بتاعي ويكون مظبوط واقدر اوصل للايميل ده. بعد كده بدخل الباسورد اللي انا عايز اعمله على باي بال، مش الباسورد بتاع الايميل. هنا بيطلب البيانات واضحة جدا وبصورة رسمية، الاسم الاول الرسمي اللي موجود في بطاقتك، واسم العائلة كمان الرسمي، واسم الرسمي للنشاط التجاري، فلو انت عندك شركة او اي نشاط تجاري ليه اسم وموثق وليه اوراق، ولازم تكتب الاسم الرسمي للنشاط ده. وبعد كده بتدخل رقم التليفون، لو نشاطك ليه تليفون خاص بيه تدخله، لو ملهوش بتكتب الرقم الخاص بتاعك. باقي البيانات زي ما هي موجودة قدامك، تدخلها بصورة مظبوطة، زي ما قلنا اكتر من مرة لازم تدخل بيانات مظبوطة، ما ينفعش اي تلاعب في اي بيانات من البيانات دي. وبتختار العمرة الرئيسية اللي انت هتكون بتتعامل بيها في نشاطك التجاري ده، وبتوافق على الاتفاقية بتاعت المستخدم وبتقول له متابعة. هنا بيقول لك اختار نوع النشاط التجاري بتاعك، ده شغل خاص بيك لوحدك، ولا دي مؤسسة، ولا شراكة مع حد، ولا شركة خاصة، ولا عامة، ولا ايه طبيعة النشاط التجاري بتاعك ده بالظبط، هتختار حسب نشاطك التجاري. لو نشاطك التجاري ليه كلمة مفتاحية للمنتج اللي انت بتعمله بتدل عليه هتكتبها، لو عندك موقع الكتروني كمان للنشاط بتاعك دي حاجة اختيارية ممكن تكتبه او لا لو ما عندكش. هنا بتدخل تاريخ الميلاد والجنسية وكل حاجة، وممكن عنوان البيت بتاعك لو انت عايزه يكون على نفس عنوان النشاط التجاري، بتختار التشيك مارك دي، بتعلم هنا. لو عنوان مختلف عن البيت بتاعك بتكتب بقى تفاصيل العنوان بتاع الشغل بتاعك.
بعد ما خلصنا الخطوات سواء كانت البيرسونال او البيزنس اكاونت، سواء الحساب الشخصي او التجاري بتاعك، بعد ما بتخلص الخطوات دي هتلاقي الصفحة دي قدامك وبيقولك دلوقتي اعمل كونفيرم واكد الايميل بتاعك. المفروض في رسالة هتكون بتوصلك على الايميل، وعشان كده قلنا لازم تدخل ايميل صحيح وتقدر توصله. دلوقتي في ايميل وصلك على الايميل الرسمي والشخصي بتاعك. هتروح تفتح الايميل ده هتلاقي ان موجود هناك كود او لينك، بتدوس عليه بيتم تفعيل الحساب بتاعك على باي بال. بعد ما بتخلص وبتعمل كونفيرم للايميل اللي وصلك، هتفتح الباي بال هتلاقي عندك حاجة اسمها ربط بطاقة او حساب بنكي. يعني احنا دلوقتي عايزين نعمل لينك الباي بال، الحساب اللي موجود دلوقتي في البنك الالكتروني اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، مع البنك الفعلي اللي فيه الرصيد بتاعي في الواقع. فاحنا دلوقتي هنعمل ربط بطاقة او حساب بنكي. هتلاقي عندك اختيارين هنا بيقولك ربط بطاقة سحب او ائتمان لو انت هتعمل لينك مع الفيزا بتاعتك، او تعمل ربط مع الحساب نفسه، مع الحساب البنكي نفسه. فخلينا في اول حاجة دلوقتي اللي هو ربط بطاقة سحب او ائتمان. هنا بيطلب منك كل البيانات الخاصة بالفيزا اللي انت بتستخدمها هتدخلها. طبعا مش محتاجين نقول ان كل حاجة هتكون مظبوطة بدون اي تلاعب وبدون اي تغيير، وبمنتهى السهولة هيقولك تمام كده الحساب بقي مربوط بالفيزا بتاعتك. وزي ما هو احتاج ان هو يعمل كونفيرم ويتأكد من الايميل اللي انت دخلته ان هو تمام وشغال وتقدر توصله، هو دلوقتي انت دخلت له بيانات للفيزا بتاعتك، هو عايز يتأكد ان الفيزا صالحة للاستخدام ومفيش عليها اي مشاكل، فهيعمل تصديق للبطاقة. بتدوس زي ما هو موضح في الصورة هنا. هنا هو بيقولك ان انت محتاج تطلب رمز من باي بال، والرمز ده الكود ده هيكون تمنه بسيط جدا وهيتخصم من الفيزا اللي انت لسه رابطها دلوقتي بالحساب عشان يتأكد بس ان الحساب شغال، وبعد كده هيردها في خلال كام يوم بعد ما يتأكد ان الفيزا مفيش فيها اي مشكلة، فالمبلغ ده هيتردلك تاني، بس هو حاليا دلوقتي عشان يتأكد ان مفيش اي مشكلة في الفيزا. فاوكي انت بتكمل معاه وبتدوس ان انت عايز رمز. دلوقتي لما هتروح لكشف الحساب بتاعك هتلاقي ان وصل لك رمز زي ما وصل لك ايميل قبل كده على الايميل بتاعك وعملت كونفيرم، هتلاقي فيه رمز دلوقتي وصل لك على كشف الحساب. بعد ما تعرفه هتروح مدخل الاربع ارقام هنا وتكمل معاه. كده انت دخلت بيانات الفيزا بتاعتك، ولو الرمز وصل لك وهو خصم المبلغ تمام من الفيزا ولقيته مخصوم، تأكد ان كده مفيش اي مشكلة، المبلغ هيترد لك تاني في خلال كام يوم، وكده مفيش اي مشكلة والفيزا بقت مربوطة فعليا بحساب باي بال. طيب لو عايزين نعمل ربط مع الحساب نفسه، مع الحساب البنكي بتاعي، هنختار الاختيار التاني، وبعد كده بندخل زي ما دخلنا البيانات الخاصة بالفيزا، هنا بندخل البيانات الخاصة بالحساب، رقم الحساب وكل حاجة. وبرضو علشان يتأكد ان انت دخلت حساب شغال ومفيش فيه اي مشكلة، ودي الميزة في باي بال ان كل حاجة بيحتاج يتأكد ان كل حاجة مظبوطة عشان ما يتمش اي تلاعب واي احتيال من اي شخص. هو دلوقتي بعت لك مبلغين صغيرين جدا جدا على حسابك، هيطلب منك ان انت تدخل القيمة اللي وصلتك عشان يتأكد ان الحساب بتاعك وانت قادر توصله وعارف اللي بتستقبله واللي بتبعته من الحساب ده. بعد ما بيبعت لك المبلغين الصغيرين هتعمل تأكيد الحساب البنكي، وبعد كده بتدخل المبلغين اللي وصلوا لك كل مبلغ في خانة لوحده عشان يتأكد ان انت صاحب الحساب مفيش فيه اي تلاعب. دلوقتي بقى ليك حساب رسمي على باي بال، البنك الالكتروني بتاعك دلوقتي، وبقى مربوط بالفيزا او بالحساب البنكي بتاعك اللي في الواقع، فمفيش اي مشكلة دلوقتي ان انت تعمل اي تعامل مالي عن طريق باي بال. لو عايز تستقبل دفعات، لو انت تاجر والناس بتحول لك الفلوس عن طريق الانترنت، باي بال هيكون مناسب جدا ليك، او سواء انت عامله بيرسونال اكاونت شخصي بتاعك تقدر برضو تستقبل وتبعت زي ما انت عايز. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، واتمنى تكون استفدت، واشوفك الفيديو الجاي.